تعبت فيه على نفسي. تستاهل يا ام فهد، تستاهل يا ام فهد، ونتمنى لك سهرة حلوة وفالك التوفيق اليوم. شكرا. نورتينا ام فهد. احلى فال. شكرا. شكرا حبيبي. شكرا. وهلا صار معي حاضر استاذ ناصر القصبي، اهلا وسهلا فيك معنا. يعني انت ولعت الاجواء، اول ما دخلت الناس عم بتصرخ مبسوطين انك موجود معنا اليوم، يعني بالرياض بالعاصمه اللافندر كاربت، شو رايك بالاجواء؟ عظيمه حقيقه، الجو عظيم. انت بس بردانه تقولي نتفه شوي صغيره. الجو جميل الحقيقه، وبالناس الحياه اللي احنا فيها اليوم الجمال والحياه والفن والإعلام. اليوم عرس مدينة الرياض. أكيد اليوم أكيد. عرس مدينة الرياض، يعني هذا نحتفل الحقيقة، وهيئة الترفيه اللي صنعت هذه البهجة والفرح، وعلى رأسها الحقيقة معالي المستشار تركي آل الشيخ، صنع بهجة في مدينة الرياض. يعني نعم. حق لنا أن ننصفه أنه اليوم يحسب له كل هذا المشهد الجميل. نعم، واليوم عم بيتم تكريم العديد من الممثلين السعوديين الشباب والممثلين المبدعين، قد ايه انت سعيد وفخور فيهم اليوم؟ ما في شك، هذه اللفتة اللي كنا نفتقدها احنا على مدى سنوات طويلة. اليوم الحمد لله قاعدين نشوف في احتفاء بالفن، في احتفاء بالجمال، هذا كله شيء يبهج، والحمد لله مزيد ومزيد ومزيد ان شاء الله. ان شاء الله كل جمهورك اللي بيستناك بكل رمضان، شو مخبي لنا السنه؟ يلا ان شاء الله في الجزء الثالث من العصوف، ويا رب ان شاء الله. ان شاء الله بلشتوا تصوير، بلشتوا تحضيرات؟ خلصنا. اوكي، طيب شو بتشوق جمهورك؟ شو راح نشوف بالجزء الثالث بسيزون 3؟ ان شاء الله يكون كويس، هذا اهم شيء، ان شاء الله يكون شيء مرتب وعلى يعني تقدير واهتمام الناس، ان شاء الله ان شاء الله يشوفون عمل ان شاء الله يكون كويس. خيالي اكيد. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. انجوي يور نايت اليوم. تسلم. المايك معي؟ لا خلينا.